يعني هو من باب التصحيح فقط، هو الحصار له أكثر من سنة ونصف، أما الأسبوعين هذين يعني هن تخنيق، يعني تضييق أكثر على أهالي المدينة بمنع جميع يعني الأساسيات الحياة في المدينة، من منع الوقود والأدوية والأغذية بجميع أنواعها، غاز الطهي. المدينة أسبوعان لم يدخل لها شيء إلا يعني أشياء بسيطة، فتح يعني منفذ مرطوبة لساعات وأعد إغلاقه. أهالي المدينة عندما حاول الخروج والدخول للمدينة ضيق عليهم وترفض عليهم بألفاظ بذيئة من قبل قوات الكرامة أو ميليشيات الكرامة التي تحاصر المدينة، معاملة سيئة، محور كارثة. كثير من أهالي المدينة بين الأمس واليوم حاول الدخول، تعرضوا للرباية وتعرضوا لألفاظ بذيئة ومنعوا كذلك من الدخول. المدينة منافذها الخمسة مغلقة تماما بالكامل، إلا باستثناء اليوم أعيان وحكماء مدينة درنا طلبوا من أعيان من قبيلة المغاربة ومن العبيدات ومن السعيطات أنهم يدخلوا المدينة ويجوه يستلموا جثمان الطيار من مدينة درنا. جاءوا اليوم في الصباح الباكر حوالي الساعة 10:30 في استقبال رسمي مديرية الأمن، مسؤول الملف الأمني، مجلس الحكماء والأعيان، الهلال الأحمر، استلموا الجثمان وأوصلوا لهم رسائل. ومجلس الحكماء والأعيان أوضحوا رسالتهم واضحة، أن نستلم الجثمان ولا نريد مقايضة ولا نريد أي مطلب اتجاه جثمان الطيار. استلموه لأن جثمان الطيار من حق أهله، فليستلموا أهله. بعد استلامهم أوضحوا لهم الحال في مدينة درنا والأوضاع، وإلى متى أعيان ليبيا والاجتماعيين في ليبيا يسكتون على الحصار في المدينة وتجويع أهالي المدينة.